الضغوطات التي ترمى على كاهل المواطن العراقي تقوده أحيانا إلى اتخاذ قرارات شرعا محرمة وعرفا هي أيضا منبوذة أو مستغربة من المجتمع العراقي. حالات الانتحار بشكل أخص تتزايد بشكل كبير ومخيف في العراق، ولأسباب عديدة، منها البطالة، منها الفقر. في مدينة سامراء وأثناء قيامي سائحا بتصوير فيديو لملوية سامراء، بالصدفة قام شخص برمي نفسه من فوق الملوية، فلنشاهد. الحدباء هاي الملوية صارت بيضة السؤال. والله صارت بيضة أركان صارت بيضة الملوية. صدق أسان هشريد أريد أقلب المقطع يصور منه شلون. يا ولي اسمال شلون اقلبها؟ تقاطع المطي بس اوقف بس اوقف. لا اله الا الله يا هذا الرجال وقع. لا اله الا الله